قولي لي الأجواء بقى في الكواليس، الإحساس، علاقتك بالنجوم، علاقتك بالمخرجين، كلميني بقى على الكواليس دي. بصي، أنا بتبقى علاقتي بالدور اللي أنا بعمله فقط لا غير. بعمل الدور حافظاه، أخش أعمله يعني مع يعني أنا سيئة قوي في العلاقات الاجتماعية. يعني النهاردة عندي شغل، عندي الدور، أنا واقفة قدام النجم ده أو النجمة دي، أعمل مشهدي، أخد شنطتي وأروح. يعني وكلهم بيحبوني، يعني الحمد لله، يعني ما بشتغلش مع حد يعني إلا يعني بيكون مبسوط، يعني هو في حالي يعني. بس طيب، هل اقدر اقول انه لان انت في حالك كان ممكن مثلا يبقى عندك يعني ادوار اكتر من كده، وجود اكتر من كده، ولا انت حبيتي انه انا ما بسعاش، ما كنتيش بتسعي؟ اللي كان بيجيلك ده لازم كان لازم دي شغلانه، لازم عشان المخرج يشوفك، عشان المنتج يشوفك، هو هيوزع ادوار على مين؟ فلازم حد بقى. فانا كنت بعيد يعني، انا ماليش في الحته دي يعني. انا لما اطلب شغل، لما كنت عايزه اشتغل يعني، اقعد اطلب من ربنا، اقول له انا عايزه الشغل، تلاقي الاوردر بيجي، يروح يجيني الاوردر الشغل على طول. بجد والله يعني، انا معيش نمره مخرج ولا منتج ولا اي حاجه. هم يكلموكي استاذ عواطف؟ يكلموني يقول لي اول ما اقول لربنا سبحانه وتعالى. طب لما يجي لك الدور تليفون تاني تقولي لا الدور ده مش عاجبني، انا عملت الدور ده قبل كده، انا عايزه لا لا اعمل لا حاجه لا احسن؟ انا بحب التمثيل، احب اقول كل حاجه. لا لا لا، ما عندكيش اعتراض على اي حاجه؟ لا 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 لا، أنا كنت ام وجده واخت الادوار ناس كتير عملت قوي. الادوار كلها، عملت كل الادوار كلها وسعيده بيها. في رأفت الهجان عملتي أنهي جزء؟ كنت أول ما يسرى كانت جاية من بره وداخلة الفيلا في مصر، وبعدين فبتتعرف على الطقم بتاع اللي شغال في الفيلا. أيوة فأنا كنت من أحدهم ده. فقال لها دي اللي هتتولاكي يعني أي حاجة يعني هي تقدمها لك. قدمت لها القهوة ورحبت بيها، كنت لسه صغيرة. انت لسه صغيره برضه. طب قولي لي علاقتك بقى بالفنانات ايه؟ يعني مين كده حسيتي لا يعني دي لطيفه، دي كانت لذيذه معايا، دي سالت عليا؟ كلهم والله، كلهم والله لطاف. والله اشتغلت مع الاستاذه يسرا، لدينا اقوال اخرى، ست جميله جميله طبعا يعني. طبعا كلهم اشتغلت مع الهام شاهين كذا مسلسل برضو. انا علاقتي معاهم يعني انا حلوه يعني، انا ما بتدخلش. مين نجمتك المفضله؟ يعني مين اللي كنت تقولي يا لو يجي لي دور كده قدام فلانه هبقى مبسوطه، سواء من القديم او الجديد؟ لا والله كلهم بنسى. انا كنت اتمنى ابقى زي فردوس محمد. الله كان نفسك تبقي زي فردوس محمد. الام العظيمه دي بحبها قوي 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 قوي. وكان نفسك، ما انت بتعملي ادوار حلوه زي فردوس محمد يعني. الحمد لله. الحمد بس لله. بس كنت شايفه نفسك انك ممكن تبقي فردوس محمد على الشاشه يعني؟ بصي دور يعني. طب انا هسالك على دور دول الفنانه امينه رزق مثلا في حاجات كتير، منها مثلا اريد حلا، فاكره المشهد المهم بتاعها ده؟ لو تم اعاده الفيلم ده تعمليه؟ اعمله. انا كنت شغاله اذاعه في استوديو مدام سميحه ايوب في، طبعا كنت بشغل اذاعه كتير. ايوه. فسجلت مسلسل نفس دور دول الام، وسجلته خلاص. بعد كده وانا قاعده في البروفات، صاله البروفات، قاعده بسمع فسمع امينه رزق، سمع امينه رزق. رحت اللي هو المسؤول، فبقول له صوت مين ده؟ قال لي ده صوتك. انت افتكرتي صوتك امينه رزق؟ انا افتكرت صوتي امينه رزق. معقولة؟ والبس لما جابني مخرج في الإذاعة عشان أعمل حلقة على أمينة رزق عشان أقلدها، قلت له ما أعرفش. أنا طلع مني كده. أنا طلع ما أعرفش. حباً يمكن. يعني لأن فيها حتة الحنان والحب ويعني نحب أنا الحاجات دي. أنا عرفت إن أنتِ كمان جدة نور النبوي ابن الفنان خالد النبوي. حبيب قلبي، ربنا يبارك له يا رب. ونور مبشر يعني نجم كده. يا رب يا رب. ما حصلش بقى ان انت تطلعي بقى جدته بقى الحقيقيه في التمثيل يعني لسه؟ خلاص. زي ما يجي. زي ما يجي. لا انا خلاص، انا خلاص يعني مش هشتغل تاني. مش قادره يعني. بس لو تعرض عليكي دور ليه لا؟ انا شايفاكي جميله ومشرقه يعني لو حاجه احبها وحلوه اعملها. تعمليها؟
انما حاجه قليله كده ما فيش داعي. بس انت عملتي حاجات من اسمتي ونصيبي، وده كان قريب من كام سنه. لا ما عملتش اسمتي ونصيبي، رحت واستلمت وخدت النسخه بس ما كملتيش. وما كملتش ما كملتش. اعرفش ليه.